السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم من جديد بريفيو جديد، ريفيو عن منتج من منتجات الشعر اللي بجربها الفترة دي وأنا موجودة في مصر، زي ما الفترة اللي فاتت تقريبا. لو رجعتوا لكل الفيديوهات اللي أنا عملتها لكم هتلاقوا إن هي منتجات أنا بجربها الفترة دي وأنا موجودة في مصر. النهاردة هعمل لكم ريفيو عن المنتج ده، اسمه هير ستابل. المفروض ان ده هير تونيك، والمفروض برضو ان هو ضد القشرة وان هو ضد التساقط، وبيوقف وبيعالج الشعر وبيقوي، لانه اصلا معمول من الاعشاب الهندية. عايزين تعرفوا رأيي فيه زي ما تعودتم معايا بكل صدق وبكل امانة وبعد التجربة. خليكم معايا عشان الفيديو ده مهم جدا، تابعوا الفيديو ده للاخر. طيب، اول حاجه يا جماعه، المنتج ده واخد ضجه رهيبه جدا جدا، وعايزه اقول لكم الصيدلي تقريبا كان بيرشحولي وهو واثق 1000000% انه هيجيب معايا نتيجه بعد تاني مره من الاستخدام. تمام. انا جبت المنتج ده مع منتجين تانيين هنزل لكم عنهم ريفيو، واللي حصل بكل المقاييس كان كارثه. فياريت الناس اللي شعرها جاف او دهني والفروة عندهم حساسة يجمعوا هنا فورا. يعني ايه بقى يا منى الفروة حساسة؟ يعني ممكن يحصل لك التهاب نتيجة انك بتستخدمي شامبو قوي او بتستخدمي منتج يكون قوي على شعرك. تمام، ممكن يعلي معامل الحساسية اللي في جسمك ويطلع لك حساسية. ده اللي انا اقصده بالناس اللي فروة شعرهم حساسة. خلاص يا جماعة، تمام، يلا كملوا بقى معايا الفيديو. اول حاجة، اول ما استخدمت المنتج ده بالنسبة يعني للاستخدام، اول حاجة حصلت لي حساسية شديدة جدا 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 فوق ما ممكن تتخيله، درجة احمرار غير طبيعية، كأني محروقة من اخر رقبتي لحد صدري تقريبا كله، وايدي، مع ان ايدي ما كانش جاي عليها اصلا، ولا صدري جاي عليه، ولا رقبتي غير نقطة واحدة بس. تمام، دي اول حاجة حصلت لي. وقتها ما كنتش عارفة هو اللي حصل ده حصل منين، حصل من الشامبو ولا حصل من البخاخ ولا حصل من الكريم اللي انا كنت مستخدمة معاهم. طبعا هي مجموعة كاملة والدكتور كان عطاني الصيدلي يعني. تمام، فحاولت ان انا استخدم ده مرة تانية لوحده، فلقيت ان هو ده اللي بيعمل لي الحساسية. تاني حاجة، شعري بقى بيقع بطريقة مش طبيعية يا بنات، والله العظيم شعري بيقع بالخصل بعد ما كان تقل نتيجة الحاجات اللي انا استخدمتها، اللي هي الالوبنتين وكنت بستخدم شامبوهات زي نيزابكس وكيتورال، وكنت بستخدم معاهم دهان للشعر طبي برضو، اللي هو زي السبراي بتاع او السيرم بتاع امارين. فكان شعري تقل قوي وحلو قوي، لكن دلوقتي يعني عايزه اقول لكم ان شعري والله ما بقاش على طبيعته حتى، يعني حتى ما رجعش لطبيعته. شعري بقى خشن بطريقه غريبه وبيهيش، وكمان نزل، مش هقول لكم نص شعري نزل، اكتر من 3 ارباع شعري نزل، ومش ببالغ. وهوريكم صوره هنا هتلاقوها هنا ازاي شعري بيقع في مره واحده بس تسريح. تمام. طيب، المنتج ده المفروض ان هو مكتوب عليه ان في مادة كده، المادة دي اصلا من خواصها انها بتشتغل على بصيلات الشعر وبتقويها، وكمان ان هو مكتوب عليه ان هو زيت، في يعني في زيت الاعشاب الهندية، وان انت بتحطي عليه، في ناس بتقولك بتحطي عليه من 9 نقط، وفي ناس بتقولك لا حطي 30 نقطة صباحا ومساء، وفي ناس بتقول لا وزعيهم 15 نقطة الصبح و15 نقطة بالليل. انا بالنسبة لي لو فروة شعرك حساسة ولا نقطة حتى واحدة، ولا صبح ولا ليل. وعايزة اقول لكم كان سعره يعتبر كويس، وكان يشجع ان انا اجيبه، انه سعره 39 جنيه. انا مش عارفة اقول لكم عنه ايه، ناس كتير ممكن تهاجمني تحت الفيديو ده، بس انا بالنسبة لي كان كارثي كارثي والله يا بنات. كلمت الصيدلية وقدمت شكوى في المنتج ده ومنتجين التانيين، هعمل لكم عنهم ريفيو برضو. خلاص، و يعني انا مش عارفه بصراحه، انا والله ما انا عارفه اقول لكم ايه، ده دمر شعري، دمر شعري بجد. فانصحكم، يعني انصحكم اذا كان عندكم فروه شعر
دهنية جافة مختلطة عادية ايا ما كانت، بس حساسة او بتلتهب من اقل حاجة، ارجوكم ابعدوا عنها المنتج ده تماما تماما، وتقدروا تستخدموا حاجات امنة عنه زي الالوبنتين، وبيعمل نفس المفعول وكمان اسرع منه في اي حاجة تانية. تمام يا بنات، ده كان بالنسبة للأثر بتاعه، ريحته مش سيئة يعني، في ناس كتير استخدمته كانت عاجبها جدا ريحته، هو ريحته حلوة وريحته بتفضل في الشعر، فريحته حلوة، والحاجة الوحيدة المكتوبة عليه وعملها فعلا انه يعني ايه، بعد الاستحمام ما بتحسيش ان شعرك خشن، لكن لو شعرك ناشف شوية او لو انت ما سميت شعرك عالية، بتلاقي بقى الهيشان اللي بجد والخشونة الغريبة بقى اللي بتظهر من تاني يوم مثلا، يعني بعد ما تستحمي تاني يوم بتظهر الخشونة دي. تمام، فدي برضو الحاجة اللي هي يعني نوعا ما كانت موجودة فيه، ان هو بيبقى مطري الشعر بعد الاستحمام مباشرة، لكن غير كده لا. ده كان كل حاجة بالنسبة للفيديو ده يا بنات، ما عنديش اي حاجة اقولها عليه غير ان انا هرميه في الزبالة، مش هستخدمه تاني ابدا، ولا هفكر اجيبه، ولا هفكر انصح حد بيه. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد تاني قريبا، مع السلامة.